بصوا عندي هنعمل ايه، سمي بالله، عندي السودو. بص متقطع المكعبات ازاي، تمام. ايه دي عندي اول حاجه، التتبيله بسيطه جدا، يعني عايزه اقول لكم التتبيله مكوناتها قليله جدا، ما فيهاش اي حاجه صعبه ولا فيها حاجه فيها مشكله. ازيك يا هنود؟ خير يا شيف، ازيك؟ ازيك انت يا سكر، عامله ايه؟ الحمد لله، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، ربنا يخليكي، وحشتوني كلكم، يعني فرد فرد والله، كلكم انتوا كلكم وحشتوني اكتر. حبيبه قلبي، انت اخبارك ايه؟ روح قلبي الحمد لله. قولي بقى، حركت كله حبيبتي. اول حاجه ربنا يخليك، قولي لي كده، وانت بتتفرجي عليا دلوقتي وبتشوفي المقادير لقيتي الاناناس، رد فعلك ايه؟ لا، في حاجه مختلفه المره دي. طيب يعني ممكن تجربي تاخدي الخطوه؟ هجرب، هي مختلفه فعلا بس هجربها اكيد. طيب جربيها على ضمانتي، هتطلع معاكي زي الفل. تمام. انا عندي سؤال يا شيخ بعد اذنك. سؤالين ثلاثه. ربنا يخليكي. ربنا يكرمك. هو دلوقتي البهارات، الكبابه الصيني استبدلها بايه لو انا مش عارفه اجيبها؟ بصي الكباب الصيني لو انت مش لاقياها، ممكن تدي رش جوز الطيب، ممكن تدي رش سبع بهارات، ممكن تدي رش بهارات لحمه، يعني كل الحاجات دي تقدري. بس هي الفكره ان الكباب الصيني موجوده، يعني سهل ان انت تلاقيها، مش صعب، فاهماني؟ ايوه انا فاهمه، بس انا اقصد لو المكان، انا اصلا مثلا لو انا في شبرا هعرف اجيبها موجوده من الناس اللي انا بتعامل، انا في مكان دلوقتي ما فيهوش حد، فانا عشان كده اقدر يعني استبدلها بايه؟ بهارات لحمه، بهارات لحمه، سبع بهارات، جوز الطيب، كل ده هيمشي معاكي حلو. تمام تمام. ولما بقى تنزلي في حته تقدري انك تجيبي منها، هاتي كميه، ما بيجرلهاش اي حاجه، شيليها في باب الثلاجه، بتفضل معاكي زي الفل. ممكن اشيلها كمان في باب الثلاجه لو عندي كميه؟ هتفضل معاكي زي ما هي، بس اهم حاجه يعني يبقى حاجه كده محكمه الغلق عشان ما يدخلهاش اي رطوبه. طيب انا عايزه برضو، معلش تست بس، قولي. لا براحتك. عايزه سلطه الكول سلو حالا دلوقتي. انا مش عارفه اعملها خالص. عيوني حالا دلوقتي اقول لك عليها. طيب صباح الورد يا نو، دي تسلمي قلبك يا روح، منوراني دايما يعني بسماع صوتك الحلو ده. شفتوا السهوله؟ انا تيك تيك قلبت على طول، كله قلب قلب مع بعض، نزلت عندي في الزيت، وممكن تشوحي يعني دي او دي بتاعتك انت، بس انا ايه عشان الوقت معايا هنا يعني عامله انا كميه، فمش عايزه الموضوع يطول معايا، مش هتاخد وقت خالص. عايزه تشوحيها في طاسه كده بنقطه زيت مثلا وشويه حته زبده ممكن برضه. طيب وهي بتتحمر كده عندي، بصوا اللون الكاري مع الملح والفلفل مديني كده طعم حلو، الكاري هيديه طعم حلو جدا اهو. طيب تعالوا نقول الكورسلو لحبيبتي هنود اللي كلمتني عندي، بس تعالوا كده نشيل عشان الزيت اللي طار ده، نجيب كده المنديل عشان ما نلاقيش ايه، البوتاجاز بيصوصو ويفصل ويعطلني اهو، ولا كاننا عملنا اي حاجه، بس كده. يا صباح الهنا يا ام اسلام. صباح الورد يا حبيبتي. صباح الورد يا روح قلبي، عامله ايه يا حبيبتي؟ انت اخبارك ايه؟ الحمد لله، وحشاني والله. والله وانت وحشاني اكتر. ربنا يبارك لك يا حبيبتي. طمنيني على اسلام وخطيبته والعيله كلها. الحمد لله كويسين. يا رب دايما اسمع عنكم كل خير. عقبال ما تشوفي ولادك يا رب. يا رب في حياتكم يا رب، وكلكم تبقوا معايا كده يوم يعني فرحهم. طبعا بامر الله نقف معاكي. حبيبه قلبي. وعايزه كمان من خلال برنامجك الجميل اقدم تهنئه. حبيبتي لبسنت بنت الشيف قدري. كان زفافها الاسبوع، يروح قلبي. وبقول لها الف مبروك يا احلى بسبوسه في الدنيا. الف الف مبروك. وطبعا بطلب من كل حبايب اللي بيتفرجوا يدعوا للشيف قدري، لان الراجل ده يعني والله ما شفت حد في المجال الا وجايب سيرته بكل خير، يعني هو توفى لكن سيرته ما زالت موجوده بجد والله. ربنا يرحمه يا رب ويغفر له. والله عقبال ما تشوفي ولادك يا رب، اللهم امين، عقبال ما نفرح باسلام كده ان شاء الله. عيش يا حبيبتي، وتسلم ايدك على كل حاجه. يسلم قلبك يا روحي. ربنا يبارك لك يا حبيبتي. ربنا يفرح قلبك. كل البرنامج يوصل يا روحي. ومخرجنا الجميل ربنا السباعي طبعا، منور الدنيا والكنترول. ربنا يا رب، واستاذ محمد وكلكم، ربنا يبارك لكم يا رب، اللهم امين. ميرسي يا حبيبتي. حبيبتي صباحك زي الورد يا ام اسلام. شوفوا بقى، عشان انا نزلتها في زيت سخن وغزير كاني بقلي بطاطس، فبالتالي ما اتخدتش وقت خالص واتحمرت وبقت تمام التمام. شايفين لونها حلو ازاي؟ اخر حلاوه، يعني ما فيش حاجه اسهل من كده. يا حاجه فوزيه اهلا وسهلا. يا صباح الهنا والسعاده. انت وحشاني والله العظيم، وانت وحشاني اكتر. انا بقالي شهر ما سمعتكيش خالص يا حبيبي، بس انت والله في بالي على طول. انا زعلانه عشانك، ما كانش في التلفزيون خالص. حبيبه قلبي ربنا يكرمك. كنت بقالك شهر بالظبط.
اه ما احنا خدنا اجازه طويله شويه في العيد. انا زعلت والله لقيتك يا حبيبه قلبي بلقيتك قدامي قلت والله انا اكلمك يا روح قلبي ربنا ما يحرمني منك ولا من سؤالك يا روحي. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي يا رب وانت بالصحه والسلامه حبايبك واولادك يا رب اللهم امين يا بنتي يا رب حبيبه قلبي ربنا يفرح قلبك ويكرمك. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي وانت بالصحه والسلامه يا روحي يا رب ربنا يفرح قلبك بنورك الاذاعه والاذاعه وكلها منوره يا رب يخليك يفرح قلبك ويديكي طولة العمر بعمره يا رب يا رب يا رب يكرمك العمره وتروحي كده وتدعي لنا هناك ان شاء الله يا رب اللهم امين يا روح قلبي يا رب بامرك وحكمك ان شاء الله يسلم لي قلبك يا حبيبتي كل طيبة. وانتي طيبه وصحه وسلام بنورك يا روح يا رب وانتي بالصحه والسلام ربنا يفرح قلبك. حكى فوزيه من الناس اللي كلمتني من سنتين من اول ما قلنا يا هادي في البرنامج وهي حتى لو ما اتصلتش بصوره مستمره لكن على طول متابعاني فيعني ربنا يديها طول العمر يفرح قلبها ويرزقها كده بعمره ان شاء الله عن قريب. طيب تعالوا بقى ناخد ايه الحاجات الحلوه بقى بتاعتنا. ازيك يا شيماء؟ الله يسلمك. ازيك يا شيف؟ ازيك انت يا عمر؟ الله يسلمك. اخبارك ايه؟ كويسه والله طول ما انت كويسه الله يخليك ربنا يكرمك. قولي لي والله صوتك كلها بحبها وبحب كل اكلك يا حبيبه قلبي. انت اللي قمر وصوتك حلو ربنا يفرح قلبك. قولي لي. بصي انا كنت عايزه اسال سؤال سؤالين ثلاثه. مكنه الوافل ممكن نستبدلها نعمل حاجه بدلها في البيت عشان نعمل وافل؟ طيب بصي في قوالب موجوده سيليكون اللي هي بتبقى الخامه المطاطيه دي عارفاها؟ اه. طيب دي موجوده في محلات الادوات المنزليه القالب بيكون ب 30 جنيه. دي هنحطها بقى في هتصبي فيها عادي. اه هتحطي القالب تحتيه بس صينيه وتبتدي انك تصبي العجينه بتاعت الوافل بتاعتك وتبقى معاكي زي الفل تدخل فرن سخن 180 ربع ساعه بالظبط وبتبقى جاهزه. تمام يا تمام؟ تمام حبيبتي صباحك زي الفل يسلم لي قلبك يا روحي. طيب بصوا بقى انا عملت ايه؟ حطيت بصلايه شويه ثوم بسيط جدا مش عايزه الثوم الغالب عندي. هنزل بعد كده ايه؟ بالفلفل مش كتير يعني مش هستخدم الفلفل كله. وقلب كل الحاجات الحلوه دي مع بعض اهو شايفين. قلب بقى كل الكلام ده. الناس اللي ممكن تستغرب شويه حته الاناناس ممكن تعملوا الوصفه وما تحطوش الاناناس بس الفكره في ايه؟ احنا عايزين نجدد في الاكل يعني مش عايزه اللي هو طبيخ ورز وملوخيه وطواجن والكلام ده. يعني انا قصدت يمكن حبايبي اللي متابعيني دايما ان انا لازم اجدد لازم ادخل حاجه مختلفه لازم ادوق ثقافات المطابخ الثانيه ما بقاش بس قاعده جنب المحشي والحمام والحاجات دي. طبعا الحاجات دي لا يعلى عليها وبنلف نلف ونرجع لها لكن الفكره في ايه؟ ان انا يعني اجدد زي ما انا بروح كده اخش المطعم اقول انا هشوف ايه عندهم جديد. لا انت كمان اعملي وصفه جديده مكون جديد يفرق معاكي جدا وتحسي انك ايه عملتي حاجه مختلفه. طيب انا عندي اهو الفلفل ابتدى اهو يتشوح هنزل بايه بقى؟ بالاناناس. عايز تقطعيه اصغر من كده قطعيه مفيش مشكله. لو انا بقى مش لاقيه اناناس فريش بتاعي هستخدم الكمبوت وخلاص بس هصفيه كويس جدا من السيرب اللي بيكون فيه واستخدمه مفيش مشكله. ممكن بقى ساعتها ازود نسبه الملح شويه بحيث ان انا اعمل معادله بين المسكر والحادق اهو. خلاص عندي يعني المفروض مثلا اشوحه 3 4 دقايق هديهم بس سنه كاري كده بسيطه. خلي البصل ده معايا نديهم بس سن الكاري بسيطه جدا تدي عندي لون حلو قوي للصوص. حاجه كده ايه بسيطه جدا ادي اهو. عايزه اقول لكم الريحه ريحه الاناناس حاسه كده عارفه ايه ناقص لك شيزلونج وعلى البحر والعصير اللي فيه شمسيه محدش جنبك محدش بقى قدك اهو. طيب تعالوا نقول لهنود حبيبتي اللي كلمتني طريقه الكولسلو. هجيب عندي كرومبايه كرومبه خضراء تمام مش كابوتشا عشان في ناس بيختلط عليها الامر. هجيب كرومبايه حلوه كده عندي كذا طريقه يا اما ابشرها بالمبشره يا اما اديها فرمه كده فرمه متقطع في الكب. هفرمها عندي بعد كده هحط عليها لبن رايب وسكر يعني مثلا هستخدم نص كرومبايه مثلا وليكن قد كده هستخدم نصها احط عليه كوبايه لبن رايب ونص كوبايه سكر. اقلبهم مع بعض واسيبها عندي في الثلاجه. ليه الحركه دي؟ عشان السكر هيخلي الكرومبايه تطرى وتخلي الميه بتاعتها تنزل فهتديني طعم حلو جدا. خرجت عندي هبشر جزرايه هديها المايونيز بتاعي وبحبح ايدك في المايونيز عشان يديكي طعم حلو. طيب قبل ما اكمل المايونيز بصوا الاناناسه بتاعتي شكلها عامل ازاي. اطلعي بقى اوعي تنزلي اهي شايفين متحمره عايزه تتاكل على طول اهي ريحتها تحفه. هقلب كده مع بعض وانزل ايه بالفراخ ادي اهو
ننزل. بصوا بقى الـ شويه الصوص اللي نازل ده، والله اللي نزلهم كله. نشيل كده عندي الالوان بقى والريحه، كاري مع الملح مع الفلفل مع شويه الثوم مع سنه البصل، كل الحاجات دي عندي هتديني ميكس حلو. طيب نرجع تاني للكولسلو. تمام، حطيت عندي المايونيز، هدي رشه ملح، والتكه دي بقى خدوها مني وادعولي، هحط معلقه صغيره على نص كرنبايه بصل مفروم. البصل ده تكه بتاعه المحل يا اللي انتوا عارفينه اللي هو مشهور جدا بالكولسلو، معلقه صغيره، ودي واخداها من كتاب امريكي اصلي. تمام، بصوا بقى شايفين الالوان والدلع، خلاص انا عندي نقلت الاناناس تماما من حته ان هو كومبوت او صنف مسكر، ان انا دخلته عندي في وصفه حلوه جدا. انا بقى هعمل ايه؟ هحط الصوص او هركب الصوص بتاعي اهو، تقريبه كده بسيطه. عايز اقول لكم ان انا كنت باكل الاكله دي في مطعم، الطبق ب 100 او 100 110، لما انا اجيب كيلو صدور فراخ اعمل حله كبيره بالرقم ده، فاكيد انا وفرت، يعني ما فيهاش ايه، ما فيهاش كلام، انا وفرت جدا جدا. تعالوا بقى نركب الصوص مع بعض اهو، مش هاخد وقت خالص. طيب عندي نص كوبايه من الكريمه، ما عنديش كريمه استخدمي لبن، يعني ما تقدميش نفسك في الموضوع. نص كوبايه ميه وعصير الاناناس. فين؟ لا طبعا عندوش الحاجات دي. نجيب كده الويسك بتاعنا. ندى عارفه اسالها، صح يا ندى ولا ايه؟ مش كنتي معايا؟ مش طلبنا الطبق ده سوا؟ انا وندى كنا خارجين وايه عمالين نقول هناكل ايه هناكل ايه، فلقينا فيه فراخ واناناس، وهي قلدتني. مش انتي قلدتيني؟ ماشي حبيبتي يا ندى، يلا بينا. طيب بصوا الصوص عندي، ممكن بقى ازود شويه عصير اناناس لو انا حابه الموضوع ده من غير سكر، تمام ما فيهوش سكر خالص، فبالتالي ممكن ازود منه براحتي، وانا كده كده مزوده الملح، فانا عملت ميكس ما فيش بعد كده. شويه ميه بسيطه، اخد بس شويه النشا دي. عايز تحطي دقيق بدل النشا ممكن، ما فيش، دي بتاعتك انت. وقلب قلب بقى وخلاص، الريحه عندي تحفه بجد، يعني عايزه شويه رز وخلاص، يبقى عندي الموضوع كده تمام التمام. يلا بينا بقى، انا مش هملح بقى خلاص، انا ظبطت الملح بتاعي هناك فمش عايزه ملح تاني. سمي بالله، وبنزل بقى ممكن ازود بس شويه كاري اهو، اجت على دول بقى عشان حرام ما نسيبش ايه حاجه اهو. الريحه خرافه، مش قادره اقول لكم الريحه حلوه ازاي. فيه بقى يغلي كده غلوه واحده، زود بس سنه رشه كاري بسيطه قوي مش كتير، يعني نستأذن بس شيف سيد ايه في دي جت، مش تقولوا لي لسه هنقول، اسال على المفاجاه اللي بقول لكم عليها اهو. انا الناس اللي جايباها فريش، فبالتالي موجوده عندي قطعه الاناناس اللي هي ايه اللي انا واخده منها الحاجه، هعمل بيها حركه ادور كده. طيب ممكن ايه، فضولي فضولي عايزه ادوق الريحه تحفه. بسم الله، في مزيكا في الموضوع، في طعم، سيب بس رشه ملح بسيطه، في طعم حلو، في حاجات مختلفه، عارفين لما تاكلوا حاجه كده وتحسوا فرقعه كده في بقك، او في حاجه ميكس نكهات، هو ده اللي حصل عندي دلوقتي. ايوه هو ده، هو ده يا ندى. هعمله على الهوا لا يهمني، ايوه بناكل بنستطعم كده وبس خلاص. بصوا بقى عندي، لو حسيت اهو، لو حسيت ان انا محتاج شويه ميه ممكن ازود عادي، محتاج شويه عصير اناناس ازق براحتي، يعني دي بتاعتك انت. طيب خلي بقى دي، تعالوا كده نشيل عشان ايوه اثبت مكانك اهو، اعمل الموهيتو حالا حالا في اقل من دقيقه. ايه دي اهو كده وبس خلاص. طيب هقدمه ايه بقى؟ الحركه اللي انا كنت بقول لكم عليها، الحاجه بتجري مش عارفه ليه اهو. عندي ايه بقى؟ بصوا بقى، يعني جايبه اناناس بقى، هقدم عندي الفراخ جوه الاناناسه، شايفين شكلها حلو جدا اهو. نجيب بس حاجه كده اقدم بيها، انا بحب كده دي اشيل بيها على طول اهو.
بص الصوص عندي كريمي جدا وناعم وريحته تجنن اهو. ناخد فلفلايه حمرا كده عشان نظبط اللون اهو. هي يا ندى ولا مش هي؟ قوليلي اهي. بس رحتي فين؟ رحتي فين؟ هنتخانق بعد الهوا. اهو اهو ماشي ماشي يا محمد اهو. حاجه كده تحس انك ايه طلعتوا على هواي كده فجاه اهو. هقدم الباقي عندي بقى في الطبق الثاني بالاناناسه او من غيرها على حسب ايه ما تحبوا يعني، دي بتاعتكم انتوا كده. ده تعالوا نقدم بقيه الحاجه بتاعتي اهو. حط كده دي خلاص، وهنا عندي هقدم بقيه الحاجه على طول. نشيل كده الاسباتيلا مش عايزينها وننزل بباقي. بسم الله اهو. انا هنزل بقى كده هسمي وايه وانزل على طول اهو. اهو شايفين بقى اللون؟ والله الريحه روعه. لو اوصف لكم الريحه حلوه ازاي اهو. الفلفلايه دي كمان بس كده اهو، حاجه كده بسيطه. حط كده مثلا هنا يظبط عندي اللون. استنى ما زلت حبه شكل الاناناسه اللي هناك يعني، دي بصراحه عجباني جدا اهو. ايه رايكم بقى في السهوله؟ حط كده بس، شوفوا بقى الشكل حلو ازاي، روعه. فاضل ايه؟ الموهيتو في دقيقه، في اقل من دقيقه اهو. يلا بينا.